كيف بتحطي حالك بموقف مثل هذا؟ شو الموضوع؟ حكولي شو القصة؟ زوجك إذا مو اليوم فبكرة رح يعرف إنه منار والولاد عايشين. في شي كتير ضروري أنا لازم حاكيكي فيه. أنت شو ما عندك كرامة؟ مرحبا عمي أنوار، مبروك قدرت أسحب لك الصور كلها. خليها تموت ونرتاح منها بقى. امرأة، ما في شي بيمنع أني خبره الحقيقة. مستحيل ساوي هيك. يومياً 7:15 على الـ MTV.